اهلا بيكم معانا مره تانية في كايرو دار متعه المعرفه. الحقيقه النهارده الموضوع يمكن يكون مختلف وان كان يهمنا كلنا كطلاب للثانويه العامه. الموضوع النهارده بيتكلم عن المذاكره. كتير مننا يقول لنا بابا وماما ومدرسيني وكل الناس، حتى عم ابراهيم بواب تحت يقول لي اطلع ذاكر اطلع ذاكر، الثانويه العامه قربت يا ابني، انا زهقت من المذاكره يا مستر شريف. بالنسبه لي اوضه المذاكره هي اقرب ما تكون لاوضه الاعدام. انا عندي ابويا يضربني على وشي بالقلم قدام اصحابي ولا يقول لي خش ذاكر. مستر شريف عندك علاج لمشكله المذاكره؟ انا نفسي ذاكر، انا نفسي اجيب مجموع. سمعنا مستر شريف من كلامك قبل كده ان طلبه في ثانيه ثانوي قبل كده كانوا جايبين 64% وثالثه ثانوي بس لوحديها جابوا 96%، معقوله؟ وفي طلبه كمان كانوا جايبين 92% ثانيه جابوا في ثالثه 101%، وفي 96.5% ثانيه وجابوا 101.5 في ثالثه بالمستوى الرفيع، ثالثه بس. بجد الكلام ده؟ طب والله ايوه، طلبتي انا وطلبت ناس كتير في مصر. حقيقة النهارده موضوع المذاكره نفسي اتكلم فيه، ازاي اذاكر؟ هل ينفع ان انا اخد قرار فجاه كده اروح اذاكر، ولا لازم في تهيئه نفسيه للمذاكره اصلا؟ يا اخي ده انت لما تحب تروح تخرج بتهيئ نفسك ان انا هجيب لبس ايه، معايا فلوس ايه، هاكل ايه، هشرب ايه، هنروح فين، تهيئه نفسيه. تهيئه ما بال المذاكره يا جماعه، باقي من الايام عدد قليل، بس خدي بالك وخد بالك ان عدد الايام اللي باقي صحيح البعض شايفه انه قليل، لكن صدقني هو كتير جدا. اليوم الواحد يفرق، الا اذا انت مش عاوز تعمل حاجة. ده وضع بيقول نيتشه فيلسوف الماني، داخل كل انسان قوة عظيمة لا تظهر الا في المواقف الصعبة. كل شيء في الانسان بيشيخ ويعجز الا الارادة. لو عندك فوق 100 سنة وارادتك قوية تصبح كأنك شاب في 20 من عمرك. شوف بقى، تعال نتكلم على موضوع المذاكرة اعمل ايه. مبدئيا نتكلم في الاكل. الاكل الاكل، اوعى تاكلي اكلات دسمه فيها دهون وعمال تديها على الاخر وتقول لي انك هتقوم تذاكر. لا يا جماعه، ابعدوا عن الاكلات. شويه نصايح بقى على السريع مهمه جدا. ابعدوا عن الاكلات اللي فيها دهون، يقول لك اصل دي بتسحب الدم من المخ وبالتالي مفيش تركيز، انت تخش تنام بقى. مستر شريف سمعنا ان في اكلات بترفع نسبه الذكاء. ده بجد؟ والله بجد. وبنصحكم بيها على السريع برضه. بصوا يا جماعة، العلماء هحاول ابسطها لحضراتكم. العلماء بيقولوا ان في وصلات جوه مخ الانسان، الوصلات دي كل وصلة تعبر عن درجة معينة من الذكاء. بنتولد مثلا بوصلتين ثلاثة بسبب الوراثة من الاب او من الام. الوصلات دي بتزيد بعنصرين بعد كده، بعامل الخبرة والمعايشة الحياتية تزيد وصلة ورا وصلة ويزيد درجة ذكائك، وكمان بيزيد بالاكل. بالاكل شوقتنا بقى يا عم، قول لي ايه الاكل؟ الفشار مثلا، الفشار بيزود نسبة الذكاء. الاسماك اللي فيها اوميجا 3 خاصة السردين بيزود نسبة الذكاء. المكسرات زي عين الجمل بيزود نسبة الذكاء. معقولة الكلام ده؟ والله معقولة. الذكاء والذاكرة ايضا. حاجات بعض مننا بيتوقع انها تصيب بالغباء، على العكس بقى البقوليات، ده الفول والعدس بيرفع نسبة الذكاء برضو بنسب بسيطة، ما تحطش يعني مش بالشويلة تاكل يعني. يمكن اتكلمت على الاكل سريعا اللي بيزود نسبة الذكاء، خليني اتكلم كمان ازاي اهيئ نفسي للمذاكرة. ايه المشكلة انك توضب اوضتك كده وتروقها وتحط مثلا ورقة مكتوب داخل كل انسان عظيم، داخل كل انسان قوة عظيمة لا تظهر الا في المواقف الصعبة، لا يوجد مستحيل، حاجات كده ترفع الحافز للمذاكرة. ايه المشكلة انك تحدد لنفسك بداية ونهاية للمذاكرة دي؟ ده شرط اساسي يا جماعة، تحدد بداية ونهاية للمذاكرة. نفترض مثلا انا هبدأ اذاكر الساعة 6، انا حددت اذاكر 4 ساعات، يبقى مش 4 ساعات ونص، هم 4 مش 6 مش 5 مش اكتر، هم 4. وهني مثلا 6 انهي 10 او 6 انهي 12 مثلا. البداية والنهاية المذاكرة مهمة يا جماعة لكسر حاجز الملل. انا عارف ان انا مش هقعد طول الليل بذاكر. الطالب بتاعنا بيروح يذاكر عارف انه هيقعد يذاكر لليل واخره، ما فيش سقف، ما فيش نهاية، هيقعد يذاكر جوه لغاية ما يغمى عليه. غلط. يبقى الاكلات قلنا زي ايه؟ بداية ونهاية للمذاكرة لكسر حاجز الملل.
وبالتالي لما حد يجي يتصل بيا بالتليفون او حد يحاول يضيع وقتي انا مش عاوز ده، لان انا قدامي وقت معين اخلص فيه وعارف ان ليه نهايه، بقى قاعد على التلفزيون اروق نفسي شويه مفيش مشكله. وبالمناسبه الراحه، ايه المشكله انك تاخد اجازه يوم في الاسبوع؟ وعلى فكره ده اجباري، ويا ريت اليوم بالاجازه في الاسبوع ده يبقى في اي مكان تاني غير اللي انت متعود عليه كل مره. حتى لما تخرج لوحدك ايه المشكله؟ لتجديد الطاقه لازم يا جماعه يوم اجازه لازم. عندي برضو مثلا بمناسبه الراحات، هو انا هقعد يا مستر شريف اشتغل دايركت على طول عمال اذاكر ساعه في ساعه؟ مين قال كده؟ انت ليكي 5 دقائق راحه ما بين ساعه وساعه بس. استنى، 5 دقائق الراحه دول يبقوا خارج الغرفه. طب مستر شريف، لو انا هنقل من ماده لماده اذاكر، او اسف بقى عمال اقول اذاكر على طول، اخد راحه قد ايه؟ لا، لو هتنقل من ماده لماده ما يبقاش 5 دقائق راحه، يبقى ربع ساعه راحه بعدين تنقل على الماده الثانيه. مستر شريف، اذاكر كام ماده في اليوم؟ والله انا بشوف انه مادتين كويس مش وحش، حد اقصى مادتين، ماده الصبح وماده بالليل، وبينهم بقى بتنام شويه او حاجه عشان تشحن الطاقه تاني. لو عندي درس ارجع بالليل اذاكر ماده خفيفه، ما عنديش درس اذاكر ماده قويه واخلص عدد ابواب كتير في الماده، يعني مفيش وقت برضه يا شباب. طيب ده كويس خالص. برضه فكره اما اجي اذاكر المواد الاسهل ولا المواد الاصعب؟ انا تصوري طالما انت في حاله كسل، ايه المشكله انك تبدا بمذاكره الماده السهله الاول عشان ترفع معنوياتك وتحس انك عملت حاجه، فتقوم الحاجه السهله اللي خلصت منها كميه كبيره تشجعك بعد كده تذاكر حاجه اكثر صعوبه. ده عكس الناس كتير بتقول ابدا بالصعب. اذا كان انا ارادتي لسه ضعيفه ابدا بالصعب ليه؟ بالعكس، ابدئي بالسهل. برضو الانجليزي مثلا اذاكره ازاي؟ انا بشوف الانجليزي تذاكر بالترانسليشن والترجمه افضل. يعني ايه المشكله لما تيجي تذاكري او تيجي تذاكر الانجليزي يبقى معاك كشكول كده شغال فيه بالترانسليشن، اللي هو قطع الترجمه من العربي الانجليزي والانجليزي العربي، قصه على بعضيها، بحفظ كلماتها، ودي بتكون اسهل بكتير من حفظ كلمات القايمه. برضو هنتكلم عن يا مستر شريف، انا كتير من الاحيان وانا بداخل بذاكر بلاقي في مشاكل نفسيه كتير قوي بتسيطر على ذهني لدرجه ان انا بفقد التركيز واقوم من المذاكره. اعمل فيها ايه بقى دي؟ بصوا يا شباب، في حاجه اسمها نوته المشكلات او ملف المشكلات. يعني ايه؟ انا من وجهه نظري الافضل عشان تتخلص من المشكله النفسيه دي ودماغك رايقه للمذاكره، تروح جايب نوته صغيره جديده كده وقلم رصاص، في مشكله بتلح على ذهني بحاول استبعدها مش عاوزه تمشي، ايه المشكله بقى؟ ان انا اروح كاتب في النوته دي، اكتب المشكله اللي عندي اللي عماله تلح عليا ديت واكتبها في النوته واقول الى اشعار اخر، بكره هفكر فيها واحلها، واروح قافل النوته كده كاني تخلصت من المشكله، رميتها في صندوق وركنتها على جنب. تاكدي وتاكد انك بعد شويه هتلاقي نفسك تركيزك عالي جدا في المذاكره. طيب مستر شريف، انا ذاكرت حلوه قوي ساعات طويله جدا بس حسيت ان انا تعبان وجسمي مجهد ولسه الساعات اللي انا محددها مثلا في ساعتين تانيين انا ما ذاكرتهمش، اعمل ايه؟ ايه المانع انك تعمل حاجه اسمها الغفوه؟ الغفوه نومه سريعه كده، تخش اوضه النوم تطفي النور تريح، ما قلتش تنام، تريح، ما تزيدش عن 40 دقيقه راحه، ما تزيدش عن 40 دقيقه. طب انا ما نمتش، الغفوه دي ميزتها ايه؟ تريح الاجهزه الحسيه كده، بتشحن الاجهزه الحسيه بتاعتك، بتنشط تاني فترجع متجدد، بدل ما تذاكر ساعه تذاكر 3. طيب برضو بمناسبه يعني، طب ما باجي ارجع برضو في كسل شويه بعد ال 40 دقيقه اللي ريحتهم، ايه المانع تشرب كوبايه شاي او كوبايه قهوه من غير ما تزود منها عشان لا تصاب بالارق؟ الارق بمعنى انك تبقى متيقظ جدا بس من كتر التيقظ والارق والتوتر بتقرا ومش فاهم ومش عارف تنام. لا، كوبايه قهوه صغيره او كوبايه شاي صغيره كفايه حتى لا نصاب بالارق. طيب ده كلام كويس خالص، يبقى ابدا اذاكر بالماده الاسهل، اذاكر مادتين بس على الحد الاقصى في اليوم، كل ده كلام لطيف جدا جدا. يا ريت وانت حاطط في دماغك تحدد الهدف او النجاح والتفوق. احنا قلنا زمان الناس السنه دي عاوز اجيب مجموع، وان في ناس كتير كانوا سبعينات في تانية او ستينات حتى في تانية وجابوا تسعينات تالتة، وناس كانوا تسعينات تانية جابوا كسروا ال100 بقت 101 بالمستوى الرفيع في تالتة. امر عادي، حفز نفسك
دخل احلام اليقظه الايجابيه، انك بتجيب مجموع وناس بتسقف لك وانت مبسوط، ودخلت كليه محترمه وهتشتغل شغل كويس وهترتبط بقى بالناس اللي بتحبهم اللي هو بابا وماما يعني. من الجميل لو انت راجل مسلم على سبيل المثال انك تقرا 10 ايات قران قبل ما تخش، دي بتعمل عمليه تهدئه. عملوا حاجه دراسه غريبه قوي يا جماعه عن طريق اشعه اكس، عملوا بصمه الصباع وراحوا جايبين اشعه اكس سلطوها، الشخص شال صباعه وبعدين لقينا هاله من الطاقه حوالين بصمه الصباع. الاغرب في الحكايه لان هم اكتشفوا ان الانسان عباره عن طاقه، هاله من الطاقه تحيط بجسمه من كل جانب. طب ده ايه علاقته بالحكايه؟ اسمع بس، جابوا واحد صلى ونفس الشخص اللي صلى ده قبلها عملوا كشف اشعه اكس قبل ما يصلي، يعني عملوا كشف اشعه اكس على كف ايده قبل الصلاه وبعد الصلاه، وجدوا انه بعد الصلاه الهاله اللي حوالين كف ايده بقت اعلى بكتير، اي الطاقه دي بقت اعلى بكتير قوي عما كانت عليه قبل الصلاه. ده معناه ان كلنا بقى مسلمين مسيحيين اللي هيصلي وتقرب الى الله عز وجل، هذه الحاله من الخضوع والخشوع بتعطيك طاقه هائله لا تستطيع ان تصل إليها إلا بالصلاة. طب وأنا بذاكر أذاكر قد إيه وقت؟ والله أنا بشوف إن أفضل طريقة علمية، وهذا ما أثبته العلم، إن أفضل طريقة للوقت في المذاكرة هي 45 دقيقة. ويا ريت تعمل منبه، يعني عند ما يرن تظبط المنبه إنه يرن بعد 45 دقيقة. أول ما يرن عند ال 45 دقيقة عليك أن تتوقف فورا عن المذاكرة وتاخد الخمس دقائق راحة خارج الغرفة، خارج الغرفة مش جوه، وإلا ما تبقاش راحة، مش جوه الغرفة، خارج الغرفة. ولو اتنين من مادة لمادة قلنا تستريح ربع ساعة مش خمس دقائق. يبقى ذاكر قد إيه؟ 45 دقيقة، نسبة التركيز بتبقى على أعلى ما يكون ال 45 دقيقة، بعد كده المنحنى بيقل، فخلينا عند ال 45. طيب إحنا برضو يعني أنا وأنا بذاكر اذاكر بالليل ولا الصبح ولا الظهر ولا العصر؟ كتير من الناس يقول لك افضل طريقه للمذاكره هو انك تذاكر الصبح. طب هل ينفع فعلا نذاكر الصبح؟ يعني اقوم الساعه 8 الصبح و9 الصبح هبدا مذاكره، هحس ان في واحد سكران على الورقه، ما انا يا ابني نايم الساعه 3 الفجر. كتير من طلبتنا خاصه مع وجود وسائل الاعلام والتلفزيون وقعده الاهل بالليل، كل ده بيخلي الواحد بيسهر غصب عنه، فلما تيجي تصحى تاني يوم عشان تذاكر الصبح بدري مش ماشي. لذا احنا كنا قلنا زمان الوقت حرية، فالإنسان حر في تنظيم وقته بالطريقة التي يريد، يعني ليك الحق وليك الحق انك تقسم وقتك بالطريقة اللي انت عاوز، تذاكر بالليل تذاكر الصبح مش مهم، المهم انك تقعد عدد كويس من الساعات. ممكن اكون شخص بسهر، يبقى انا ما اصحاش بقى الصبح بدري، اصحى مثلا 11 12 واذاكر، واذاكر مثلا من 11 12 لغايه 5، اريح من 5 ل 7 ساعتين، بعدين اذاكر من 7 ل 1، ايه المشكلة؟ كسب بقى. الحقيقه انا برضو مصر على الاجازه الاسبوعيه، لان احنا اتفقنا دي بتشحن طاقه وتجدد النشاط وده مش عيب. يا ريت بقى في حاجه لطيفه قوي يا جماعه، انك وانت بتذاكر تذاكر بصوت عالي، لان طبعا الصوت العالي هو صوتك هيوصل لك يفوقك، تبقى رايح جاي في الاوضه تقعد شويه، لكن في النهايه السائد الصوت العالي. ممكن تذاكر بالراحه بس الاغلب هو الصوت العالي في المذاكره. يا ريت وانت بتذاكر، لو انا ذاكرت الباب الفلاني في الماده الفلانيه، اي باب تحله وتسمعه وتذاكره 100 100، جيب بقى جميع الاسئله بتاعت امتحانات السنين اللي فاتت لغايه 2012 واقعد حل الباب ده في كل الامتحانات دي شفوي على السريع في اي ماده كده لغايه ما توصل للنهايه. بصوا يا جماعه الوقت لسه باقي كتير، صحيح الوقت مش كتير لكن اليوم بعد كده بالنسبه لك هيبقى ب 100 وب 200 يوم، واليوم بشهر واكتر حسب ما انت عاوز ايه، وان شاء الله ربنا يوفقكم. وانا شخصيا متفائل لكم كتير، ياما شفنا ناس قدروا يحولوا نفسهم من مجاميع قليله ضعيفه في ثانيه في ثالثه ثانوي، عملوا نقله كبيره جدا جدا جدا. بجد انا عندي معلومات كتير كنت مفروض اقولها لكن الوقت قصير، بجد هتوحشوني لغايه ما اشوفكم المره الجايه، واقول لكم مره ثانيه انا متاكد جدا 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 ان كلكم هتجيبوا مجموع كبير قوي قوي قوي. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.